مساء الخير عليكم، مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة، وفعلا يمكن الهدف الأهم الفترة دي والحدث الأهم بالنسبة لنا كلنا هو كأس العالم لكرة اليد، وإن هو بيقام على أرضنا. يمكن اللي مش مهتم قوي باللعبة دي هيكون في اهتمام كبير إن الحدث ده بيقام على أرضنا، وطبعا بنتمنى إن احنا نشوف منتخب مصر بيأدي أفضل أداء عنده طبعا في النسخة دي، لأنه معاه الحقيقة عامل الأرض وعامل الجمهور. الصالة مش هتبقى فول أو مش هتبقى كاملة العدد من الجماهير، ولكن برضو حتى لو حضور بسيط للجماهير هيفرق جدا أكيد مع منتخبنا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النسخة المرة دي أول مرة تقام بالعدد ده من المنتخبات، طبعا كتير جدا و32 منتخب، وأعتقد أنه إن شاء الله هنشوف أداء مشرف وكلنا ثقة في المنتخب المصري. خلونا قبل ما ندخل أكتر في تفاصيل حلقتنا أفكر حضراتكم بسؤالنا، سؤال برنامج السادسة، وهما مين أفضل 3 لاعبين من وجهة نظر حضراتكم طبعا في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. تقدروا تشاركونا، السؤال موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو انستجرام أو تويتر، وتقدروا طبعا تقولوا لنا مين أفضل 3 لاعبين من وجهة نظر حضراتكم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.